أخبار النادي الأهلي وكشف تقارير صحفية أوروبية عن تقديم النادي الأهلي عرض رسمي للحصول على خدمات المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب نادي سيريس السويدي من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم مركز الهجوم. وقالت صحيفة بي تي السويدية أن النادي الأهلي قدم عرض رسمي لنادي سيريس السويدي عشان يحصل على خدمات وسام أبو علي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بشكل رسمي. قالت كمان الصحيفة أن في اهتمام من جانب أكثر من نادي للحصول على خدمات وسام أبو علي لاعب نادي سيريس السويدي، وتم رفض العرض الأول من جانب النادي الأهلي، وهيقدم النادي عرض جديد للحصول على خدمات اللاعب نهائيا في يناير المقبل.